بونسوار، اليوم راح نعمل سوكسي او الليزي كيك. يلا ليتس جو. راح نحتاج وعاء باكيت بسكويت، راح نكسره بالنص كيك بهالحجم لازم يكون. وهلا المرحلة الثانية بدي كوبين حليب. ايوه خيتنا ناح. هون عندي معلقتين كاكاو، ظرف فانيليا، وراح نحرك الخليط لحتى المكونات تختفي مع بعض. عندي شوكولا عادية حلوة، بدي احط لها معلقة كبيرة اضف لها تعطي طعمة طيب. سويت. طبعا راح ناخذها على الغاز ونحط على نار عالية ونضل نحرك. السمك معنا القوام، راح اجيب بمقدار تقريبا 20 جرام زبدة واحطها خليها تدوب معها. وبعد ما تدوب الزبدة فورا بنشيلها. وهيك صار معي الخيط بهذا الشكل، راح نريحه 5 دقائق، بعدها راح نلفه بورق زبدة. وهلا قبل ما يبرد الخليط بدي احكي لكم النكتة اللي عليها رفيقي، قلت له ماشي حاله بس نشوف انتو. مرة في واحد اصلع حس في شي عم بيمشي على راسه، المهم حط ايده هيك طلع ايش فيه، المهم لقى نملة. قام اجى بده يشيلها يعني، قام مش قالت له معلم من بعد اذنك بس يخرزح لي طعم. باين خامو الله عليك. ورق زبدة جيبها، ما في ورق زبدة نايلون اي شيء بس يكون نظيف، يعني شيء نقدر نحط الخليط عليه. هون ورقة الزبدة عندي كبيرة يعني، فراح احط الخليط كله. هلا راح نلفها بهذا الشكل، راح نتنيها من هون وراح نتنيها من هون، نضبها الضبة هيك. مجرد ما عملتوها هيك اسحبوها، ايوه بهذا الشكل، بحيث تصير بشكل مدور يعني. الثانية بس بهدوء لأني الخليط ما هو سميك لسه. قلبة تانية، ايوه. وهلا صار عندنا ساطور الليز كيك جاهز، راح نحطها بالفريزر حصرا مو بالبراد، بالفريزر ساعة ساعتين. المهم القوام يكون جمدان كله، لأن إذا ما جمد ما راح يتماسك وما راح يصير عندكم شكل منيح. حانت لحظة الحسم لحتى نكشف عن العروس. نقطع بهذا الشكل، تفرج شوفوا لي الأرض يا عين. عندي هون صوص الشوكولا مقطصة، بس هذا طبعا لازم ذوق. لاحظوا شلون السماكة جمدانة، طلعوا هذا هو القوام الصح. بسم الله. واو واو بيرفكتو بيرفكتو. الشوكولا عاطي طعمة خرافية، البسكويت كلها عبادة، حلاوة حلاوة وطراوة يا معلم. هذا هو شكل صحننا النهائي.